تقام اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 البطولات التالية: بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبطولة الدوري المصري، وبطولة الدوري الإيطالي، وبطولة الدوري السعودي. أهلا بكم معنا في فيديو إخبار جديد مع المعلق عبدو. الآن مع تفاصيل المباريات، وهتكون بالترتيب زي ما قلنا في المقدمة. أولا مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة الأولى من دور المجموعات، وهي كالتالي: المباراة الأولى فرنسا ضد كوريا الجنوبية، تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والسابعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، ويقام اللقاء على ملعب مالفيناس أرجنتيناس بالأرجنتين. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت و اتش دي بريميوم بتعليق محمد بركات. المباراة الثانية بين سبورت 3 اتش دي بريميوم بتعليق عامر الخزيري. المباراة الثانية انجلترا ضد تونس، تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والسابعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، ويقام اللقاء على ملعب دييغو أرماندو مارادونا. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي بتعليق رؤوف خليف. ثانيا مباريات الدوري المصري، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بالجولة 37، وهي كالتالي: نيوكاسل يونايتد ضد ليستر سيتي، تقام في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، ويقام اللقاء على ملعب سان جيمس بارك معقل فريق نيوكاسل. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت و اتش دي بريميوم بتعليق حسن العيدروس. ثالثا مباريات الدوري المصري، حيث تقام اليوم ثلاثة مباريات، وهي كالتالي: المباراة الأولى الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدي، تقام في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة اون تايم سبورت 2. المباراة الثانية الداخلية ضد الزمالك، تقام في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية، و7:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة اون تايم سبورت 1. المباراة الثالثة المقاولون العرب ضد طلائع الجيش، تقام بنفس التوقيت 9:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية، و7:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة اون تايم سبورت 2. ثالثا مباريات الدوري الايطالي، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة 36، وهي كالتالي: المباراة الاولى روما ضد ساليرنيتانا، تقام في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية، و5:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة ابو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق محمد حسين ادردور. المباراة الثانية امبولي ضد يوفنتوس، تقام في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت مصر والسعودية، و7:45 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، ويقام اللقاء على ملعب كارلو كاستيلاني معقل فريق امبولي. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة ابو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق عصام عبدو. خامسا مباريات الدوري السعودي، حيث تقام اليوم خمسة مباريات بالجولة 28، وهي كالتالي: المباراة الاولى الاتفاق ضد الفتح، تقام في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية، و5 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، ويقام اللقاء على ملعب استاد الامير محمد بن فهد. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة SSC. المباراة الثانية ضمك ضد أبها، تقام بنفس التوقيت 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية، و5 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، ويقام اللقاء على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة SSC الرياضية. المباراة الثالثة الفيحاء ضد الرائد، تقام بنفس التوقيت 7 بتوقيت مصر والسعودية، و5 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، ويقام اللقاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة SSC الرياضية. المباراة الرابعة الوحدة ضد الخليج، تقام في الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية، و7:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، ويقام اللقاء على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة SSC الرياضية. المباراة الخامسة التعاون ضد الطائي، تقام في الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية، و7:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، ويقام اللقاء على ملعب نادي التعاون الجديد. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة SSC الرياضية.